أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند حوق حساسية ميدوغا مشارحين تمعارات كاو كولامادي وقدن بيه كاوضا مقالد مقدشة سياسة عصوب سيدة وكالة ديارة سيدة قاديد كدقال كوكا ديجسي مقالد مقدشة عبد الرشيد جانان أوكا فورتي في الصوماليا وحا مقالة مقدشة كبلاو دي كولما ودحيه قامياش معارضة دالك كواسو أوكا هدليا حالة ده كالدوان اي دالك غار أهان أرما دورشوين كقرنك شركاني وحا كقايب قلي انت بودان ميدوغا مشرحين تمعارضة أوكو جيران مدحوينيال يا رئيس الوزاريال هوري dadka ka qayb galay waxaa kamid ah hoggaamiyaha xisbiga dan qaran daahir maxamuud geele iyo hoggaamiyaha xisbiga wadajir abdirahmaan abdishakur warsame sidoo kale madaxda ugu sarsareeyso waxayna daliil xoogan ka soo saareen doorashada aqalka sare waxa maanta u bilowday midowga musharaxiinta kulan saddex maalin socon doona kulanka ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ka hor inta uusan soo bixin موقف كاميدو كمشارحين تمعارضة وحاوضة تشيلة يالان دونا رئيس الوزارة مدحدة دولة قبالية دا بلشدة رايد كايا باش عالمكا ايو يري مدانع عبد الرحمن عبد الشكور ورسميح هقامي احيس بقود جر سيكا سواها اهاتيميدو كمشارحين تمعارضة ايا ورسا حافظيد علوس كسوسار ايا شركاني امين كاوسعودو دينا عكالة ديارة سيدي قادي داقال او نوعية كالة دوان لها ايا ساعدين لصور دافي كدقاي قرون كديارة دا هوقاس خليف او كويا لما قالة بردوين او حرون اوه قبل كهيران برتماها صوماليا وزارة أمن كهير شبيلة أو فافاهين كبحيسي قاديد كاسي أيا شكتي إني كاكوبن يهين شن قاري أو عبد بلا أه إيا أفر موطنو عالب اللغولي ذا أه كواس أو أي تلمامتي إن أي سر رسمي هاي أغو وريجيين ما ملك قبل كهيران قرال كالصبح وزارة أمن كدولة قبل كهير شبيلة أيا وحالو شاقي إن قاديد كأي استعمالي دونان عيدان كأمان كقار أحان كواسو غيا أمنiga دورشوين كدعا يمقالة بردوين إيه قبل كاسهيران سيدو كالوحي وزارة دو شاعة كقادي إن قاديد كاني إيه موتوين كبا أي فضودين دونان حول قلدة أمنiga لغو حقيجين أيو إيه كسعودة هيرشبيلة هوري وحا بلدوين اللوغة دجيي بابور عصوب أو كوا آن حبادو كارين أو لشيغي إني أذيكسان دونان مسؤوليين تدورشوين وتغيى مقالة داسي الرمهاني اياكو سؤادة يحلي اي ولي دوت كتاقن تهي ان دورش اللغو قبط بلدوين ما دام او هاتان دقاق كوضو جنرال كهوبيسان اي حود او عيدام بضنكو هايست الدولايت كمقالة بلدوين كان صهور جيدا ما ملك هيرشبيلة وحان الرجين يا ان عالقود لاوي لغو جيو سيبلو مالي سيسل مركاسين وحا معقول اهي انو هالكاسي دقال حقن او كدعو دينا عكلا إلا ورايدي لو كلسون يهي أو كتير سنة في لا صوماليا معارضة كيا حفيز كالرئيس الوزارة الروبلي أيا ورباهين تو حقيجي إن وزير كي هوري أمنيقا إمام الكجبلان عبد الرشيد حسن عبد النور جانان أوكا قوستي في لا صوماليا وزير جانان أيا بلا كور إسو سو ديباي دولة دا صوماليا كدب الدقال قرار أو كدعي دقمد بلد حاوة إيه قوبل كقضو إساقو مدوين كي يقود دنبي يكسوغنا في لا صوماليا إلا حقوق قال لهي أيا ورباهين تو شيغي إن دراد أوكا دقاقاي في لصوماليا أو مدوين كي أغود دنبيكو أها حبسي قري إساقو الله شيغي إن أو إسو ديباي حبنا كمدهي مدوغا مشارحين تمعارضكا ورباهين توحيكا قابسطي إن أي باهي سومغا عسياسيغا أو أتغي إيو حالكا لغو هايو جانان سببا أمني أوغيت حبتا آن هلنا أيا شيغي سا إن خلاف سوكالة دحقالي في لصوماليا إيو وزير جانان أو سبب أو أها إن او كبحصدو في الصوماليا او كوهي سي عداد سادو فربادان خلاف كا يالا شيغي إن او كرد شي بلما دور اهي او لوغا بحي جنان كواس او لو سميي مركي او كسو غوستي دنك جبلان اياد او اي سي دير تهي إن عداد سي ايا حني بادو بادان او لكل مي سيكستبها اهاتي قيانا ايا لغو سوحر جليي امي كان قيانا ايا لغو سميي عبد الرشيد جنان ايا لغا سو دجيه قرون كا اذن عدي مقالة مقدشة شان إلا باتن كي مارس لابكوني كوي إلا باتن كا مالما كدب هشيس كي اولا غلاي دولة دا فدرالكا صوماليا جنان ايا حلي قاسي شاقي إن اي اسكو قبتين احمد مدوبي إن كليه او دون ايو إنو نقضو قفكا اوغو سرعيا ايو كان اوغو هوسيا اي جو بلان اسلامر كاسينا او سن وحبا او اوغلين قفكا لسيدا او هادل كو ديجي تن ايو مركي او مقدشة يمد بشي مارس وحو كبحي مدة داسي حال مر او كليه او كو بيغنيد بارتميهي بشي جون إساغ او آدي دالكاسي توبيا كدبنا صول لابتاي ومركي لباد اي جانان او كبحصد دولة فدرال كصوماليا جانان اياسي دي دي لبادن كي جانايو لابكوني كوي لبادن كبحصد اي حبسي قري او كو جيري او مقدشة اه إساغ او آدي كسمايو سيكستبا جانان ايا مركاني كسوغن قدها مقدشة وحانا السبب تلو شيغي
إن وصن كعب سي خابين لب كغا يمادة دولة دا السبب اللي حريرة إن فرماجو مدحليت كو كرنا ماضي أمنيقا دالكنا أو مسؤول كيهي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحاسيدو كالجيرا إن قرالو كالسو كالبحي حفيز كحير إلالين تقود إيه قران كأيو محكمة دا قبل كبنادر شانتي بشي أبريل لبكوني اللباتان كاللغو شاعي إن لسو حيري قل دعوديد كي لو هيستي جنان تاسو كالبيغان إن دولة دا أيسان مركالي كيس شرعي آي كفوري دونين جنان في لا سوماليا يا عانكو ها إن إيسان كبحين بالامدا آي لغشو سياسيين تا أيضا أو مركاز كو دان إيسا تا كدبنا إسكا تورتا سيكستبها آتي وزير جنان وقراب اللا آفرماجو آيا كو دان إيستي إسلا مركازينا إمن كبنانك أسو توري هدا أيو توقتا ميا ميدوغ مشرحين تا معارض كاقار كميد أهي أيو مغان أيا هاي لنا عاكالا قدوميها قبل كبنادر آهنا دوقة مقالة مقدشة مدانا عمر محمود محمد عمر فينش إيا قدوميها قبل كشبيلة دا خوسي عبد القادر محمد نور سيدي أياسي ودجير أهي كل مكالة دوان ولقاتي سراكي شقيبها أمي سومي سيدو كالة تليها أغو سرية هولقال كالنبض إلالين تا أمي سومي سوماليا جنرال ديومي ديو جيد كاو كولان كاني أيا أها سيدي باريتان دك دك أهي لوغو سمين لها دعدا دي أرقاق حاله دي عيدة مدى أمي سومكو حسوقين الله نحريستي داد شعب أهي أوكو نول ديگان كا غولوين إيه قبل كشبيلة دا خوسي دوق مقالة دا مقدشة مدن عمر فينيش إيه قدوميها قبل كشبيلة دا خوسي أيا أشيغي مدح دا ميسوم إنان لا أقبالي كارين فالكاسي قرع عن إيه لغو ديلي تدوقف أو شعباهي إسلام مركاسينا لو باهن يهي إن مرحومين تاسي إيو إهلا دودا سي دك دقاهي أهلان عدالة رسميهي سي كستبها آهاتي ما أهمر كيوغو الرئيسي عيد مدى ميسوم ديلان داد شعباهي مركز توهول غلاي قادان داد شعباهي أي دوكم داكم كدقان fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media ku soo dhawaada calansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar warar xasaasi ah madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo oo lumiyay awoodihii yaraa ee ugu harsanaa dawladda federaalka Soomaaliya hadii ay jirto hal dhaqan oo aan ku baranay madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo 4 sano ee uu xilka hayay waa siyaasadda qar iska tuurnimada ah iyo go'aanada aan laga fiirsan ee uu qaato kadibna ku soo noqdo asiga kasoo bilaaw dibistii qalbi dhagax degdegihii loo saxiixay Itoobiya askartii lagay Eritrea ilaa isku daygii muddo kororsiga ee fashilmay farmaajo aan kuma ahan go'aan qaadasho sax ah waxa uu markala todobaadkii la soo dhaafay sameeyay kadib markii uu soo saaray amar uu isugu dayay inuu ku xakameeyo awoodaha fulinta ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inkasta uu ogaa inuusan sharciyadu haysan farmaajo ayaa wareegta ku sheegay in laga reebay xukuumadda iyo hay'adaha dawladda inay galaan is afgarad ama wada hadallo saameynaya mustaqbalka dalka madax banaanida qaranka seeraha dhuleed iyo badeed ee dalka iyo ganacsi laba gala dawlad kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro hase yeeshee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si aan lexleexad lahayn ugu jawaabay farmaajo una sheegay in awoodaha fulinta dalka ay leedahay xukuumadda sida ku cad qodobka 97 ee dastuurka ku meel gaarka dalka maxaa dhacay kadib qoraalada ay isugu jawaabeen farmaajo iyo Roble waxaa xigay in Roble uu talaadadii u anbabaxay dalkaasi Kenya halkaasi oo heshiisyo ay ka mid yihiin dib u soo celinta xiriirka diblomaasiga kula galay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta tallaabada uu Roble qaaday intii uu ku sugnaa Mombasa waxay ka dhigan tahay inuu qoraal ahaan iyo ficil ahaanba ugu gacan sarreeyo isku daygii uu farmaajo doonayay inuu ku xakameeyo Roble kaaga sii darana waxaa la filayaa in Roble marka uu dalka ku soo laabto uu si rasmi ah dib ugu fasaxo khaatii Kenya ee la keeni jiray Soomaaliya oo uu farmaajo xayiray si xubno ka tirsan qoyskiisa ay dalka u keenaan khaatii Itoobiya ugana faa'iidaystaan laakiin Roble ayaa sheegay in qaad uusan halkaasi ku soo saxiixin maxay uga dhigan tahay farmaajo in amar uu soo saaro la diido waxay farmaajo ku tahay dhaawac weyn oo soo gaaray awooddiisa fulineed aadna u wiiqaysa in hadda iyo wixii ka dambeeyo amarkiisa uu dalka ka shaqeeyo sidoo kale waa baxdil shaqsiyadeed oo uu ku sameeyey naftiisa iyo kursiga madaxtinimada qaranka dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka